ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من فيينا لكس تاكنبرغ، كبير موظفي الأونروا سابقا ومستشار أول بمنظمة القانون من أجل فلسطين. سيد لكس، أهلا بك في هذه التغطية. بداية، ما هي الأثار التي ربما تترتب على تعليق التمويل من بعض الدول لمنظمة أممية وهي منظمة الأونروا؟ الأونروا كما شاهدنا منذ 7 أكتوبر هي الدعم الأول للاجئين الفلسطينيين الذين يتعرضوا للهجمات الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة، ليس فقط في غزة ولكن أيضا للفلسطينيين، ملايين الفلسطينيين اللاجئين في الضفة الغربية الذين تعرضوا لهجمات أيضا في سوريا، في لبنان، في الأردن. فإذا أصبحت هذه التعليقات دائمة ستؤدي مسرعا إلى تدهور الأحوال. إذا قرروا وقف خدماتهم ستكون لها عواقب وخيمة، لن تحدث على الفور لأن المتبرعين تفاعلوا مع هذا الموقف، وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث هذا ضد الأونروا من إسرائيل. حدث هذا الأمر عدة مرات من قبل، والأونروا أعلنت عن تحقيق على الفور، وهذا يعتمد أيضا على إسرائيل وتقديمها لأدلة، وحتى الآن لم يحدث هذا. إذا أوضح هذا التحقيق أن الأونروا فعلت كل ما بوسعها على مر عقود تحاول منع هذه الأمور من الحدوث، والأغلبية العظمى من الأونروا وطاقمها يعملون بجد، فالمتبرعون سيدركون أن الأونروا مهمة للغاية في هذا الموقف، ورأينا هذا في الماضي وهذا هو الأمر الآن أيضا. في رأيك، لماذا أسرعت إسرائيل باتهام بعض موظفي الأونروا أو باتهام المنظمة بأكملها بالضلوع بأعمال تخريبية أو بأعمال إرهابية بحسب ما وصفت إسرائيل؟ على جانب أن الأونروا تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية في المقام الأول، بسبب طلب إسرائيل عقب احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في 67، طلبت الوكالة من رعاية اللاجئين الفلسطينيين. على جانب الآخر، عندما أصبح الأمر مناسبا لإسرائيل، قامت بانتقاد الوكالة بعدة طرق وحاولت مهاجمتها وتقويضها والتقليل منها. قد تتذكرون هذه الاتهامات الأخيرة ضد الأونروا صدرت في اليوم ذاته التي أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها فيما يخص الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهذا التوقيت في رأيي الشخصي ليس محض صدفة. المحكمة اعتمدت على تصريحات وأدلة من الأونروا ومنظمات أخرى للأمم المتحدة، وعن طريق مهاجمة الأونروا بهذه الطريقة وتشويه سمعتها بشكل غير مباشر، إسرائيل تحاول تقويض مصداقية حكم محكمة العدل الدولية وهو أيضا جزء من الأمم المتحدة. وفي المقابل سيد لكس، لماذا أسرعت بعض الدول منها دول غربية وأيضا دول مثل اليابان، لماذا أسرعت في تعليق التمويل عن الأونروا وذلك من دون الانتظار إلى نتائج التحقيقات؟ هذا مجددا يظهر ازدواجية المعايير. لم أرى
أي دولة تعلق تمويل أو دعم عسكري أو سياسي لإسرائيل عقب الحكم من محكمة العدل الدولية. وعلى الرغم من ذلك عندما اتهمت إسرائيل قامت ببعض الاتهامات ضد الأونروا المتبرعون علقوا تمويلهم على الفور، فهي ازدواجية في المعايير وكيف أن الدول الغربية يدعمون إسرائيل. هناك سؤال مهم بعد اتهام الأونروا ومهاجمة الأونروا، هل هناك بديل لعمل الأونروا في الوقت الحالي؟ لأنه في ظل هذه الأوضاع الإنسانية المتدهورة عمل الأونروا هو مهم للغاية. لا يوجد أي بديل. الأونروا هي المنظمة الوحيدة في قطاع غزة، والدول الأخرى التي تعمل بها الأونروا التي لديها القدرة على مساعدة إنسانية واسعة النطاق وتوفير التعليم. رأيتم مئات آلاف الفلسطينيين في غزة في مدارس الأونروا، هم في المعتاد لا يستخدمون كملاجئ، ولكن هناك مئات آلاف الأطفال يتلقون التعليم في هذه المدارس. أيضا لديهم لدى الأونروا المخازن حوالي 30,000 من طاقم العمل في المنطقة. لا يوجد بديل للأونروا، والمتبرعون يشعرون بالضغط من البرلمان والسياسيين الذين يدعمون إسرائيل، فشعروا أنهم يجب أن يكون لهم رد فعل. ولكن الأونروا ليس لها بديل في المجتمع الدولي، يحتاجون للأونروا كما احتاجوا لها لمدة 75 عاما، وفشل في حل القضية الفلسطينية وحل دائم وعادل لقضية فلسطين. أخيرا سيد لكس، يعني ما هي الإجراءات القانونية إن كان هناك بالفعل وجود لهذه الإجراءات لوقف استهداف الأونروا التي يجب اتخاذها في الفترة القادمة؟ لدي نقطتين. أولا، يوم الجمعة الماضي محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بالسماح بالمساعدات الإنسانية بدخول قطاع غزة دون معوقات وتوسيع المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي على حافة المجاعة. من خلال فعل هذا إسرائيل ستنخرط في الإبادة الجماعية، والدول التي توقفت في التمويل دول غربية يجب أن تمتنع من التورط في ارتكاب هذه الإبادة الجماعية. فالدول التي تمنع التمويل أيضا ستكون متورطة في الإبادة الجماعية، وهذه تهمة خطيرة للغاية. على الجانب الآخر، الأونروا هي الوكالة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإذا تدهور الوضع أكثر من هذا ستكون الجمعية العامة تحت المسؤولية للاطلاع بهذا القرار من محكمة العدل الدولية بما فيها محاسبة الدول التي امتنعت عن التمويل. فمنع التمويل عن الأونروا في ظل الظروف التي تحدث في قطاع غزة قد يكون تورط في ارتكاب الإبادة الجماعية. نعم، من فيينا لكس تاكنبرغ، كبير موظفي الأونروا سابقا ومستشار أول بمنظمة القانون من أجل فلسطين، شكرا جزيلا لك.